بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا فيكم أعزائي الطلبة. درسنا بعنوان المرايا الكروية. إحنا درسنا الدرس السابق بعنوان المرايا المستوية. الآن رح نأخذ النوع الآخر من المرايا وهو المرايا الكروية. المرايا الكروية عندنا هون هي سميت مرايا كروية لأن سطحها العاكس جزء من كرة. يعني أنت كأنك بتقفي أمام جزء من كرة، يعني اقتطعنا قطعة من كرة وهي مثلت عندي هاي القطعة المرايا الكروية. شو يعني اقتطعنا قطعة من كرة؟ أول شيء رح تعرف إن المرايا الكروية رح تنقسم عندي لقسمين، رح أجد منها نوعين، محدبة أو مقعرة. أتخيل إنه أنا عندي هون كرة، هاي الكرة من الداخل لها مركز، أي كرة من الداخل لها مركز، تمام؟ أنا صعب أرسم كرة فأنا مثلت الموضوع بدائرة. من الداخل في منتصف الكرة في عندي مركز للكرة، تمام؟ المركز لو مديت أي خط من المركز على أي مكان للكرة رح يعطيني نصف قطر. هذا أخذتوها بالرياضيات. الآن إحنا هون الشرح رح يتعلق شوي بالرياضيات، نراجع معلومات الهندسة عندكم بالرياضيات، تمام؟ إذا أنا مديت من أي خط للمركز على أي جزء من الكرة هو عبارة عن نصف قطر، تمام؟ مش بس هاي المعلومة بتعرفوها، وبتعرفوا إنه هذا نصف قطر بيعطيني زاوية 90 درجة عندي على سطح الكرة. أي نصف قطر، أي خط خارج من المركز بيعطيني 90 درجة على سطح الكرة، تمام؟ أنا أخذت مقطع من هاي الكرة، مقطع من هاي الكرة، قطعت الكرة كأني من هون من هون وأخذت هاي القطعة، هيها مركزها نصف القطر بيعمل 90 درجة. هذا المقطع لو فرضا إنه هاي الكرة مصقولة، يعني كانت مصقولة عندي من الداخل، يعني من الداخل لامعة زي المرآة، مصقولة ولامعة عاكسة. السطح العاكس من داخل الكرة، داخل الكرة لامع، خارج الكرة معتم. فمثل الجزء المعتم بهاي الخطوط، إنه لو وقفتي هون وطلعتي على هاي الجهة ما رح تشوفي شيء، خشنة معتمة، لكن من الداخل هي مصقولة ولامعة. إذا كان السطح العاكس من داخل الكرة، يعني إذا وقفت أمام الكرة هون، أمام الكرة رح يكون هون، رح أشوف شكل داخل الكرة، من داخل الكرة، تمام؟ بسميها مرآة مقعرة، اللي بيكون سطحها العاكس من داخل الكرة. هاي النقطة تقطع المرآة المقعرة من المنتصف، بسميها قطب، قطب المرآة، أرمز لها بالرمز ق. مركز التكوير مين؟ نصف القطر. مركز التكوير بيعمل لي زاوية قائمة مع أي نقطة سقط عليها. لو أنا بدي أمد برضو أكثر من خط كله رح يعطيني زاوية قائمة. قاف رمز القطب، قطب المرآة هي نقطة تقطع أو تقسم المرآة من منتصفها هون. الآن أنا عندي هاي الكرة، نفس الشيء رح أخذ منها مقطع آخر. أخذنا عندنا هون مقطع تاني لها، هذا المقطع الثاني نفس الشيء، أنا عندي هون أخذت المركز نصف القطر والمرآة تقطع من القطب، لكن هذا المقطع السطح العاكس المصقول اللامع لإلها من الخارج. انتبهتي هون عندي سطح العاكس من وين؟ من الداخل. هون سطح العاكس من الخارج، يعني من داخل الكرة غير مدهونة وخشنة، خشنة مش لامعة ما بشوف صوتي فيها، من الخارج سطحها لامع ومصقول. ولو وقفت هون، لو وقفت في هون رح أشوف نفسي في مرآة، لأنه في عندي هون سطح مصقول، تمام؟ الآن السطح العاكس من الخارج، لما يكون عندك سطح عاكس خارج الكرة بسميها مرآة محدبة. هذا الكلام ممكن يجتمع مع بعض في الملعقة. هلا لما أنت تمسكيها في عندها سطحين عاكسين، سطح محدب وسطح مقعر. من داخلها اللي بتعبي فيها الطعام، بنحط الجزء اللي رح يحمل الطعام هو عبارة عن جزء مقعر ومصقول، خارجها جزء محدب. يعني لو تقلبيها عندك جزء محدب، سطحها العاكس من الخارج رح يمثل عندي مرآة محدبة. هون بس أنا كاتب لك ملاحظة أن نصف القطر، هذا نصف القطر يعمل زاوية قائمة مع المرايا، يعني ممكن أعتبره كأنه عمود مقام. إحنا اللي بيعمل زاوية قائمة بنسميه عمود مقام، تمام؟ مين؟
رمز ميم هو مركز التكوير، نون قاف هو نصف القطر، قاف هو قطب المرآة اللي بيقطعها من المنتصف. درسنا سابقا لما تسقط أشعة متوازية على مرآة مستوية كيف بتنعكس؟ تنعكس انعكاسا منتظما. درسنا كيف بتنعكس الأشعة المتوازية عن المرايا المستوية. الآن رح أدرس سقوط الأشعة المتوازية على المرايا الكروية كيف رح ينعكس عندي. خلونا نشوف المرآة المقعرة. أنا أخذت هاي المرآة المقعرة، هاي عندي هون مرآة مقعرة يعني بتعكس من داخلها. هاي جبت عندي أنا هون مرآة مقعرة، تمام. الآن هاي المرآة المقعرة رح أسقط عليها أشعة متوازية. أسقطت هذا الشعاع ساقط، كمان عندي هذا الشعاع ساقط بشكل متوازي. رح أشوف الأشعة الساقطة بشكل متوازي شو رح يصير فيها. إحنا تعلمنا الشعاع الساقط بروح عن نقطة السقوط وبرسم عمود مقام، تمام؟ بروح عن نقطة السقوط وبرسم عمود مقام. صعب أرسم عمود مقام امتداد نصف القطر، هذا مش نصف قطر، امتداد نصف القطر يعني من ميم هذا عبارة عن عمود مقام. أنا عندي شعاع سقط بهذا الشكل، لو أخذت هذا الرسمة وكبرته رح أجد أنه سقط على هذا الخط مائل بهذا الشكل. هذا توضيح للرسم أكبر. عندي الشعاع سقط على هذا الخط المائل، عندي هذا الخط المائل، هاي كبرتها أخذته هون على جنب، مقطع من المرآة مائل جزء من هون بيكون مائل بهذا الشكل، أخذته هون أسقطت عليه شعاع موازي. موازي موازي لمين؟ للمحور الرئيسي. شو يعني أشعة موازية؟ عشان أحكي لك لما أحكي كلمة أشعة موازية يعني هاد شعاع يوازي هذا الشعاع ويوازي المحور الرئيسي، يعني لو مديته من هون وهذا الشعاع مديته من هون مستحيل يلتقوا مع بعض، ولو مديتهم من الطرف الآخر أيضا هدول الشعاعين مستحيل يلتقوا مع بعض، عشان هيك بسميهم أشعة موازية. أشعة موازية متوازية، تمام. إذا أنا هذا المقطع أخذته عندي هون شعاع ساقط بشكل موازي للمحور، رسمت عند نقطة السقوط مباشرة عمود مقام يصنع زاوية 90 درجة مع هذا السطح. في عندي زاوية هون زاوية سقوط رح ينعكس بزاوية مساوية لزاوية السقوط، هذا شعاع منعكس. سقط، رسمت عمود مقام، امتداد العمود المقام لازم يوصل عندي لمين؟ للمركز. الأعمدة كلها امتدادها بيوصل للمركز. حكينا هون أي نقطة تخرج من المركز على سطح الدائرة بتعطيني عمود مقام. فأنا عندي هون نقطة لو طلعت منها بدي أعمل عمود مقام لهاي النقطة، أطلع خط من مركز الكرة هو العمود المقام. لو عندي هون نقطة بدي أعطيها أعملها عمود مقام، بيكفي إنك تطلعي خط من المركز تكون عملتي عمود مقام، تمام. الآن أنا عندي هون رجع شعاعين متوازيين، رسمت عند نقطة السقوط أعمدة مقامة لإلها. عشان أعرف أتأكد إنها أعمدة مقامة رح أتأكد إنه الأعمدة المقامة بتصل لوين عندي للمركز. طيب هاي زاوية سقوط، رح أرسم زاوية انعكاس بنفس المقدار. هاي زاوية السقوط، رح أرسم زاوية انعكاس نفس المقدار، رح يطلع عندي الشعاع انعكس بهذا الشكل. نيجي للشعاع الثاني عند نقطة السقوط عمود مقام، رح ينعكس الشعاع ويمر عندي بهذا الشكل. نقطة التقاء الشعاعين المنعكسين، هذا شعاع انعكس وهذا الشعاع انعكس، نقطة التقاء الشعاعين المنعكسين سموها بؤرة، سموها بؤرة. وهاي بؤرة حقيقية لأنها فعلا تكونت من التقاء شعاعين منعكسين. يعني إحنا هون ما احتجنا إني أمدها امتداد وهمي زي المرايا المستوية الدرس السابق، عملنا امتداد وهمي للأشعة لحتى تلتقي. هون الأشعة ما احتاجت إني أمدها امتداد وهمي، هي التقت حقيقة، الأشعة المنعكسة التقت حقيقة في نقطة. هاي النقطة سموها بؤرة، تمام؟ وجدوا إن البؤرة هاي تقع في منتصف المسافة بين ميم وقاف بالوسط. هذا نصف القطر بين ميم وقاف، مش حكينا هو عبارة عن نصف قطر؟ البؤرة تقع في منتصف المسافة بين ميم وقاف، إذن هي عبارة عن نصف نصف القطر.
نصف هذا الخط. كم عندي نصف القطر؟ هي نصفه. تمام، هاي البؤرة حقيقية وتقع في منتصف نصف القطر. سموا هاي المسافة بين ب وقاف بعد بؤري. بعد بؤري، بعد البؤرة عن المرأة. البؤرة صار فيها تجمع للأشعة المنعكسة. لو أنا جبت ورقة وحطيتها أمام هاي المرأة رح يتكون عليها ضوء مركز، يعني طلعت على الشمس برا وأخذت معي مرأة مقعرة، وأمسك ورقة وأضمي أقرب فيها من المرأة، أقرب فيها من المرأة ليصير على الورقة بؤرة ضوء مركزة، بعرف إنه هاي عندي البؤرة، إني أنا حطيت الورقة في البؤرة تماما. تمام، جمعت عليها الأشعة المنعكسة، بتكون درجة حرارتها مرتفعة ممكن تؤدي إلى احتراق الورقة. إذا المرآة المقعرة قامت بتجميل الأشعة، عشان هيك بسميها مرآة مجمعة. الأشعة الساقطة في المرآة المقعرة انعكست مجتمعة في البؤرة، لذلك سميت مرآة مجمعة. كل الأشعة الساقطة اجتمعت عندي وين؟ في البؤرة، فبنسميها مرآة مجمعة. تمام، بنرجع نكتب نشوف المعلومات اللي احنا كاتبينها حوالين الرسم. حاطين عندي هون انه ب هي بؤرة، حكينا عن هالكلام. بؤرة المرآة هي نقطة تجمع الأشعة المنعكسة، هيا النقطة اللي تجمعت فيها مين؟ الأشعة المنعكسة بعد سقوطها بشكل موازن للمحور. النقطة اللي تتجمع فيها الأشعة المنعكسة إذا سقطت بشكل موازي رح تتجمع الأشعة في البؤرة، إذا ما سقطت الأشعة بشكل موازي ما بتتجمع في البؤرة. إذا أنا أتحدث هون عن أشعة تسقط بشكل موازي. كيف بعرف بؤرة المرآة؟ دائما تقع في المنتصف بين ميم وقاف. كيف عرفنا أنها تقع في المنتصف؟ من تجربة الأشعة المتوازية. أنا حطيتها وعملت تجربة أشعة متوازية، أسقطت عليها أشعة متوازية، وجدت أنه هاي الأشعة تتجمع في هذه النقطة، أطلقت عليها اسم بؤرة. تمام، هاي المسافة بين البؤرة والقطب بسميها بعد بؤري، بسميها بعد بؤري. هذا الخط الطويل اللي بيوصل بين المركز والبؤرة والقطب بسميه محور رئيسي، وممكن أمد المحور أيضا من هذا الاتجاه، بسميه محور رئيسي. تمام، الآن كمان في معلومات كتبناها اللي هي نقطة التقاء الأشعة المنعكسة. النقطة اللي التقت فيها الأشعة المنعكسة طبعا هي دائما بتكون عندي فيها خيال أو تكون بؤرة. أنا في هاي الحالة ما عندي جسم عشان أشوف خياله صورته، أو ممكن أعتبر أن الشمس بعيدة جدا فهي اللي طلع منها الأشعة المتوازية. يعني أنا بالطبيعة صعب أني أجيب أشعة متوازية. من وين ممكن أحصل على الأشعة المتوازية؟ من أشعة الشمس. من وين ممكن أحصل على أشعة متوازية أساسا؟ أنا بحصل على الأشعة المتوازية من الشمس. يعني مثلا إذا أنا عندي مرآة، هاي المرآة، تمام، لو بدي أحط أمامها أي جسم، يعني لو بدي أحط أمامها مصباح مثلا، أحط أمامها مصباح أحصل على ضوء هذا المصباح. هذا المصباح رح يطلع منه ضوء بالشكل التالي، بالتالي رح يسقط على المرآة. هاي الأشعة اللي سقطت على المرآة الآن من المصباح مش متوازية، يعني هذه الأشعة الساقطة على المرآة ليست متوازية، لأنها امتدادها تلتقي، امتدادها يلتقي، تمام، التقت هون، فبالتالي هي ليست أشعة متوازية. من وين أحصل على أشعة متوازية؟ بحصل عليها من ضوء بعيد جدا. يعني مثلا أنا عندي هون مرآة ورحت حطيت جسم بعيد جدا، مثلا عندي أنا أشعة الشمس. أشعة الشمس اللي بتيجي عندي تعبر مسافة طويلة جدا لتصل سطح الأرض، تعبر عندي مسافة طويلة لحتى توصل سطح الأرض. طبعا هي صادرة من وين؟ صادرة عندي من وين؟ من الشمس. لكن لما تمشي مسافة طويلة جدا الأشعة، الزوايا بينها، الزوايا بدأت بزاوية لكن الزوايا رح تبدأ تختفي، تبدأ تصبح قليلة جدا لما توصل عندي سطح الأرض، فتظهر الأشعة كأنها وصلت بشكل متوازي. تظهر الأشعة وكأنها وصلت المرآة بشكل متوازي. لما أنا أجيب خطوط ضوء
من مكان بعيد جدا، تمام، هي اصلا ملتقيه بالشمس، لكن هي وصلت لي بمسافه بعيده جدا، فوصلت الارض كانها متوازيه، فممكن اعتبر اشعه الشمس سقطت بشكل متوازي. في التجارب لما بدي استخدم مصباح رح اضطر اني اعطيه ابعده مسافه بعيده جدا عشان الاشعه تظهر كانها ساقطه بشكل متوازي اي بالزوايا، تمام. إذن كأني أنا فعلياً لما أحكي أشعة سقطت بشكل متوازي على مرآة مقعرة في هذه الحالة، يعني كأني بحكي أني أنا حاطة جسم بعيد جداً أمام المرآة كالشمس. أنا وضعت جسم بعيد جداً أمام المرآة، مثال عليه الشمس، تمام. فأنا سقطت على المرآة، سقطت على المرآة من الشمس أشعة متوازية. الآن خلينا نشوف شو إحنا كاتبين هون. حكينا تقع في المنتصف تماما بين ميم وقاف، هيها حكينا هاي المعلومة، معناها البعد البؤري، هذا البعد البؤري ممكن أحكي إنه هو عبارة عن نصف القطر، نصف القطر، هذا البعد البؤري هو نصف المسافة هاي، فهو نصف القطر، أو ممكن أحكي إنه نصف القطر هذا هو عبارة عن عين ضرب 2، لأنه هاي المسافة هي نفس هاي المسافة، يعني ممكن أحكي إنه نصف القطر هو 2 عين، نصف القطر هذا هو عبارة عن 2 عين، تمام. إذا أنا عندي هون المسافة بين ميم وباء، بين ميم وباء تساوي المسافة بين باء وقاف، هاي المسافة مساوية لهذه المسافة. إذا عند سقوط أشعة على مرآة مقعرة، عند سقوط أشعة موازية على مرآة مقعرة تتجمع في بؤرة حقيقية، هذا ملخص اللي لازم نعرفه هون، أهم معلومة. خليني أشوف الآن سقوط أشعة متوازية على مرآة محدبة، سقوط أشعة متوازية على مرآة محدبة بهذا الشكل. أنا عندي هون الآن رسم لمرآة محدبة، أي مقطع من كرة، تمام. هذا المقطع من الكرة بما إنها مرآة محدبة زي من الحدبة أو من التلة، سطحها العاكس من التلة نفسها من الخارج، تمام. رح أسقط عليها أشعة، يعني رح أسقطهم هيك، أكيد رح أسقط الأشعة من الخارج على سطحها العاكس، رح أسقط الأشعة على سطحها العاكس. لو أسقطت الأشعة من هون جسم معتم ما رح ينعكس أشعة، إذا أنا رح أسقط الأشعة على سطحها العاكس، طبعا هي جزء من كرة، هاي مركز الكرة، تمام، هاي مركز الكرة، وهاي القطب منتصف المرآة. طيب الآن أنا أسقطت 3 أشعة متوازية، على اعتبار رح أشوف شو رح يصير معي. شعاع الأول ساقط بشكل متوازي، بدي أرسم له عمود مقام. كيف أرسم له عمود مقام؟ إحنا حكينا من خط المركز امتداده هذا هيك بيعمل عمود مقام، خط خارج من مركز الكرة هو عبارة عن عمود مقام، تمام، هيك عملت عمود مقام. الآن هذا الشعاع، هاي زاوية السقوط محصورة بين الشعاع الساقط والعمود المقام، رح أرسم زاوية انعكاس بنفس المقدار بالمنقلة، بتعطيني زاوية الانعكاس بهذا الشكل، هاي شعاع منعكس، تمام. هذا الشعاع سقط، بدي أرسم له عمود مقام، فبروح من المركز وبمد خط، وجدت أن الشعاع الساقط والعمود المقام هو نفس الخط، إذا زاوية السقوط وين؟ زاوية السقوط زاوية محصورة بين شعاع ساقط وعمود مقام، وهي تساوي كم؟ تساوي 0. زاوية الانعكاس معناها تساوي 0، إذا هذا الشعاع رح ينعكس على نفسه، رح ينعكس على نفسه زي ما درسنا سابقا، يعني رح ينعكس بهذا الشكل، هذا الشعاع رح ينعكس على نفسه، تمام. نيجي لهذا الشعاع، هذا شعاع ساقط، بدي أرسم له عمود مقام، فأنا مديت خط من المركز لأنه خط المركز بيعمل عمود مقام، خط المركز عند نقطة السقوط، مديته لنقطة السقوط. عندي هون شعاع ساقط، هي زاوية السقوط محصورة بين الشعاع الساقط والعمود المقام، انعكس الشعاع فهاي زاوية الانعكاس، تمام.
الآن خليني أطلع على الأشعة اللي انعكست. عندي شعاع منعكس بهذا الاتجاه وشعاع منعكس بهذا الاتجاه وشعاع منعكس بهذا الاتجاه. هل التقت الأشعة المنعكسة؟ لا، الأشعة المنعكسة فعليا تفرقت، كل واحد فيهم راح لاتجاه، فهيك بسميها مرآة مفرقة لأن الأشعة المنعكسة تفرقت. طيب أنا بعرف أن الخيال يتكون عند نقطة التقاء الأشعة المنعكسة. الأشعة المنعكسة الآن لدي هون ما التقت. طيب نشوف هل رح تلتقي بشكل وهمي، يعني أرسم امتداد للأشعة المنعكسة. لو إجيت لهذا الشعاع المنعكس وعملت امتداد لإله، وإجيت لهذا الشعاع المنعكس ورسمت امتداد لإله، وهذا الشعاع المنعكس عندي كمان هون ورسمت أيضا امتداد لإله، راح أجد إنه هاي الأشعة المنعكسة التقت في نقطة، وهذه النقطة راح أسميها أيضا بؤرة، لكن حسميها بؤرة وهمية، بؤرة وهمية لأنها نتجت مش من التقاء حقيقي للأشعة المنعكسة. الأشعة المنعكسة الحقيقية تفرقت، هي التقت من امتداد وهمي لهاي الأشعة، فرح أسميها بؤرة وهمية، نقطة التقاء امتداد أشعة منعكسة تسمى بؤرة وهمية. إذا أنا عندي هون امتداد وهمي للأشعة المنعكسة. الآن أنا عندي هاي بؤرة وهمية، أيضا وجدوا أن البؤرة الوهمية كمان نفس المرآة المقعرة تقع في منتصف المسافة بين ميم وقاف، في منتصف المسافة. طبعا البعد البؤري هو بين باء وقاف أو بين باء وميم، لأنها نفس المسافة من هاي النقطة لهاي النقطة، هي نفس المسافة من هاي النقطة إلى هاي النقطة، هاي بنسميها عين، نرمز لها بالرمز عين، بعد البؤري. أرجع أذكر إنه الأشعة الساقطة بشكل متوازي هي نحصل عليها من وين؟ من جسم بعيد جدا مثل الشمس. تمام، الآن خلينا نلخص. إحنا عنا هون كل الكلام اللي حكيته لخصته بنقاط عشان أشوف شو الفرق بين مرآة مقعرة ومرآة محدبة. إحنا عنا هون رح نلخص الفرق بين المرآة المقعرة والمرآة المحدبة عند سقوط أشعة متوازية. سقوط حزمة من الأشعة المتوازية على مرآة مقعرة شو رح يصير معي؟ ولما تسقط على المرآة المحدبة شو بيصير معي؟ المرآة المقعرة الأشعة الساقطة انعكست وتجمع انعكاسها في البؤرة. الأشعة في المرآة المقعرة، الأشعة الساقطة تجمعت في بؤرة فسميتها بمرآة مجمعة. الأشعة المنعكسة التقت حقيقة دون الحاجة إلى رسم امتداد. الأشعة المنعكسة الحقيقية التقت فسميتها بؤرة حقيقية. البؤرة تكونت أمام المرآة، أمام السطح العاكس. شو يعني؟ هيا هون نتذكر إنه إحنا البؤرة هي المرآة، والأشعة أجت عندي هيك، فتكونت البؤرة هي المرآة من الداخل التعكس، فالبؤرة تعتبر أمام المرآة. طيب أمام السطح العاكس، أمام المرآة. البؤرة تكونت أمام المرآة، أمام السطح العاكس. إذا قمت بوضع ورقة أو حاجز أو ستار في البؤرة ستظهر بقعة مضيئة وهي تجمع الأشعة المنعكسة، وقد يؤدي إلى احتراق الورقة أو الحاجز. البؤرة تتكون عندي هون على حاجز. المرآة المحدبة الأشعة الساقطة انعكست تفرقت، تمام، تفرق انعكاسها فبسميها مرآة مفرقة. امتداد هاي الأشعة المنعكسة مديتها التقت في بؤرة فسميناها هذا الامتداد، طبعا كان امتداد وهمي فسميتها بؤرة وهمية. البؤرة تكونت خلف المرآة، نطلع عندي هون وين المرآة؟ هاي المرآة، هاي هذا الطرف هو المرآة، هذا الطرف، هذا أمام المرآة، هاي هالمرآة. البؤرة تكونت وين؟ خلفها. البؤرة تكونت خلف المرآة، خلف السطح العاكس. البؤرة وهمية لأنها لا تتكون على حاجز، بحيث لو وضعتي ورقة في البؤرة، يعني بدي أجيب ورقة وأحطها هون، ما رح يتكون عليها أي شيء، ما رح يتكون عليها أي شيء، فهي خلف المرآة وهمية. تمام، الآن هذا ملخص كل الكلام اللي إحنا حكيناه. ننتقل لصفات الأخيرة.